متواجدون بالمدرسة القرآنية للمسجد العتيق ببلدية أولاد بسام ولاية سمسيلة. هذه المدرسة التي تأسست منذ عامين من أجل تحفيظ الناشئة لكتاب ربهم وتعريفهم بهدي حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأسست هذه المدرسة من خلال مجهودات جميع أئمة المنطقة، وتستقطب هذه المدرسة حوالي 1000 طالب يعني في فئة الخارجيين، وأيضا توجد هناك قسم للداخلين يحتوي على 15 طالب جاءوا من مختلف ولاية الوطن، عدنا ولاية الجزائر العاصمة، عدنا ولاية خنشلة تيارت إلى غير ذلك من الولايات. فيها مجموعة من أقسام، أيضا قسم لمحو الأمية للكبار، فئات نسوية وذكور بمعنى للرجال، أقسام أيضا للتحضير، أقسام أخرى بالنسبة للمتوسط والثانوي يحفظون كتاب ربهم. نريد أن نوسع هذه المدرسة القرآنية لتكون فضاء للدروس المحمدية وعلوم القرآن. أدرس حوالي 40 طفل يقومون بحفظ كتاب الله والمتون والسيرة، ربما السيرة وما شابه ذلك من المتون الفقهية. نأمل إن شاء الله أن تكون صرحا دينيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نتشرف بزيارة قناة الأنيسي إلى هذه المنارة التي هي عبارة عن مدرسة قرآنية في بدايتها الأولى، وقد افتتحت والذين لا يبخلون بجهد وهم يعلمون القرآن الكريم وخاصة في هذا الشهر الفضيل.